طبعا هنا ناخذ مكعب 15 و15 من الخرسانه، طبعا عندها طريقه معينه كيف تاخذه، ونكسره على ماكينه التكسير ونحمل فاق بالتدريج جوا هنا، تمام، ما نحملش بسرعه، نحط حمل، يبدا يحط حمل هنا الشاشه، نشوف الحمل، حمل بالتدريج طبعا مش امباكت، طبعا المكعبات هذه للاسف واخذينها عمال فمش دامكينها كويس، واضح حتى من التصوير في السطح متاعها مش مزبوط، تمام، فالمكعب متاعها مش 100 100، الاول طلع ناقص شوي، الاول طلع 16.9، طبعا عمر العيلة 9 ايام، طبعا اي حاجه بتكسر بتكسر 3 مكعبات مش تاخذ المتوسط بتاعهم، مش مكعب واحد، فانت يفضل انك تاخذ من عينه 6 مكعبات، في حال شكيت في العينه بعد 7 ايام تقدر تكسر بعد 28 3 مكعبات ثانيات، فالحد الادنى للصبه انك تاخذ 6 مكعبات، طبعا الصبات الكبيره تبي اكثر من هيك، هذه جابت 22.3 على الخرسانه مقبوله باعتبار مش دامكين العمال على 3 طبقات لما معبين المكعب، كل طبقه تبي 25 دمكه بقضيب خاص اللي هو طوله 60 سم، تمام، تعتبر كويسه نشوف فيها هنا، اول مكعب عطي 16 وهنا 22.3، لأن اللي ماخذين المكعب عمال، فالعمال ما يعطوش بطريقة معينة في المكعب، ليه طريقة معينة إنك تاخذ العينة، ضريم الدمك، شوف المكعب كيف منهار طبعا، هذا بداية الانهيار متاعه، خلاص هنا هذه قوة حمل الكسر، حمل الكسر متاعه، خلاص هنا توا هذه القوة متاع الخرسانة، اللي هي قبل الكسر بشوي، تمام، 100%، تمام. هذه المكعبات القديمة، هذا المكعب رقم 3، طبعا يكسر من الجنب مش جهة التعبية، جهة التعبية بتكون من هنا، من هنا جهة التعبية، هو بكسر من الجنب، شوف وجهنا من الجنب بكسر، طبعا هنا قال لك كلوز جيت بيفور اوبريتنج ماشين، طبعا احنا ضروري نخالفه، مستحيل كلوز جيت، ضروري نخلوه مفتوح نتفرج، العوج هذا ضروري عندنا احنا، مستحيل نسكر الباب 100%، طبعا بدا فيه الشقوق، لاحظ هنا الشقوق اللي في الجنب، وهنا حمل الكسر متاعه 22.4، تمام، تعتبر كويس الخرسانة باعتبار العينة واخذينها العمال يعني مشي حالك، والخرسانة سي 30 والعمر 9 ايام، هي طبعا تعطي بعد 28 يوم 95% من قوة التحمل متاعها الرئيسية، تمام 100%، بارك الله فيك، شكرا. حمل الكسر العلوي طبعا هنا الميجا باسكال اللي هو نيوتن على المليمتر مربع، اللي هو الحمل على مساحه مكعب 15 في 15، او هنا طبعا بيكون بالمليمتر، تمام.